هلا فرام واضح. أنا اليوم خالدكم أم سبيعين جاي عرفكم على شخصيتي الأساسية على محمد. أنا محمد حايك، عمري 28 سنة، ممثل الشخصية الكوميدية أم إسماعيل. أول مرة طلعت فيها على السوشيال ميديا كان رفيقي عم يعطيني هيك بوش، بعدين طلعت جاب الفيديو بالملايين، فحبيت أني خلص حسيتها مثل حسبتها إشارة، الشهرة تناديني فركضت على الشهرة. أمي إسماعيل اختي محبوبة، ولي شو عم تعملي من مطعم؟ يعني مسافرة. كان حلمي انه اوقف على مسرح ويزقفوا لي العالم، وكان الممثل المفضل لقلبي الاستاذ جورج خباز طبعا، والاستاذ ليليان نمري حبيبة قلبي، اخذت منهم طاقة كبيرة. الوك دخيل الله الجميل، يلا روح يا ابني وصل بكوطار. يا ويلي انا كفوا القعده مع بنتي، انا ما عادش بدي اقعد، كفوا القعده مع بنتي. هيدي الشيء اللي انا بعمله، او ان كان انا وان كان حسين حجاج ام حبوده، فتح لنا مجال انه نقدم ستاند اب كوميديز للاولاد للاطفال للناس، فتح لنا مجال لبرا انه نروح على ابيجان على الجابون على على تركيا. انا طلعت وقفنا على مسارح ما كنت أنا بحياتي كنت روح أقعد مع الجمهور وزقف، صرت أوقف على المسرح ويزقفوا لي حبي مان والناس دايمان يا حبيبي الأيام تقوم. يعني أنا عم باخد هيدا المحتوى من كل أم عايشة بالعالم العربي، لأنه أنا بشوف الكومنتس من كل دول العالم، دول العربية. أكبر ممثلين العالم مثلوا شخصية المرأة، بس أنا هيدا شيء بحبه وما بهمني أبداً مين بيحكي ومين ما بيحكي. عندي أحلام كتير، ما عندي شيء معين أني بدي أوصل له، بس أنا بعيني وقدام عيوني بس في نجاح. أنا بنصح كل إنسان وكل حدا عنده فكرة براسه، عنده موهبة مخباية ما تخليها مخباية، طلعها فرجي عنها، إذا نجحت بيكون الله كاتب لك إنها تنجح، وإذا فشلت رجع جرب مرة تانية ما تستسلم. مسلم سل سيف الصاد سل سيوف السمصامة سليم سلم سليمان وصاد. رسالتي الأخيرة لنساء الجنوب كلهم، أنا عم فرجي صورتكم الحلوة، قديش أنتم مهضومين، قديش أنتم محبين، قديش أنتم عندكم طيبة مش طبيعية. شكر كبير لأمي وبي وإخواتي اللي وقفوا حدي، وعائلتي الثانية عائلة السوشيال ميديا، أنتم مصدر قوتي ومصدر نجاحي، بحبكم كتير.